السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل معاكم النهاردة ديكور الكرسي التركي. اول حاجة محتاجين 3 اعواد خشب زي كده. الاعواد دي انا بجيبها من الصيدلية اسمها خافض لسان، محتاجة 3، بحط 3 جنب بعض. وبعد كده بحتاج قطعتين صغيرين مقاس 4.5 سنتي، هحط عليهم شمع وهلزقهم في 3 واثبتهم بايدي كويس عشان يمسكوا في بعض، والناحية التانية برضو هحط عليها شمع وهحطهم على 3 واثبتهم برضو كده. خلاص دي القاعدة خلصت معايا. عشان نعمل رجول الكرسي محتاجين قطعتين 8 سنتي، 4 قطع 6 سنتي، قطعتين صغيرين 4.5 سنتي. هناخد اول حاجة اللي هي القطعة 8 سنتي، احط عليها شمع والزقها في نص القاعدة بالظبط، في نص الكرسي بالظبط، اثبتها بس بايدي لحظة. وبعد كده هاخد الرجل اللي هي 6 سنتي، هحط شوية شمع واحط شوية شمع عليها واثبتها كويس قوي لحظة بس كده عشان الشمع يمسك، عشان اتأكد بس ان هما مسكوا ببعض. بحط شوية شمع من جوه الرجل التانية، برضو هعملها بنفس الطريقة، بحط من الجنب شوية شمع ومن تحت شمع واثبتها في القاعدة كويس. هكمل انا الرجول التانية وهوريه لكم. انا كده عملت الرجلين اللي ورا وعملت كمان الحتة اللي في الجنب دي، سبت الحتة دي اعملها معاكم. هحط عليها شمع من الجنبين كده ومن تحت وهثبتها كده كويس، ثبتها بس كده بايدي لحظة عشان الشمع يمسك شوية. والشمع هو لسه طري، جيبي سكينة او جيبي قطرة او اي حاجة وشيليه عشان الشغل معاك يبقى نظيف. وحطي برضو شوية شمع من جوه عشان تتأكدي ان هو مسك كويس قوي. وعشان نعمل الظهر بتاع الكرسي محتاجين قطعتين 8 سنتي، هحط على اول حتة فيهم شمع والزقها كده على الكرسي من فوق، دي 8 سنتي، انا مش بقص الاطراف بتاعتها، بسيبها كده بثبتها بايدي بس كويس بالشكل ده. الناحية التانية برضو هعملها كده، احط عليها شمع واثبتها كويس قوي في الكرسي. وبعد كده محتاجة عودين خشب عشان الظهر، احط في اول واحدة شوية شمع واثبتها كده في الظهر اللي احنا عملناه كويس. الناحية التانية برضو هحط فيها شمع، امسكها بس كده بايدي لحظة. التانية برضو هعملها زيها كده بس هسيب مسافة ما بين الاتنين. الناحية التانية برضو هحط عليها شمع بس كده. خلاص كده شكل الكرسي معايا، بشيل بس الشمع من عليه عشان لما ادهنه، ده كده شكله. بعد كده جبت شوية لاكيه حطيتهم في طبق صغير. ممكن تستخدمي بلاستيك عادي، دهان بلاستيك عادي للكرسي ده عشان الكرسي ده اصلا مش هيجي عليه نقطه ميه. والوان انا اخترت هنا اللون الاحمر، هحط نقطه صغيره بس من اللون الاحمر على اللون الابيض وهقلبه كويس. دي درجه اللون، انت تتحكمي في اللون زي ما انت عايزه. هدهن الكرسي بقى من تحت الاول. هدهنه كله وهوريه لكم. ده كده بعد ما دهنت الكرسي هسيبه ينشف براحته خالص. ده كده شكله بعد ما نشف، هديله بس طبقة خفيفة خالص من بره ورنيش مائي، هسيبه ينشف برضو. وده كده شكله النهائي. يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.